هناك أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. قطعة صغيرة غريبة، لكن وزنها ثقيل في يدي. ترى ما هذا الشيء؟ وائل حقيقيون، أضرموا النيران في حذائي على بعد 30 لم يحين نستعرض الطريقة التي كانت أم الخليفة رحمها الله تدور بها. لست مهتما، اذهب. يفترض أن الندوة هنا، حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمتهم. رسالة الدينوقا في الفرق بين الروح والنفس. بالمعركة النظرية على الانضمام إلي في جولات الصباح. أشعر بالحماس بشأن درسي فاضل. سيشارك معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين شاعرة أوريب المأمونية؟ أين أوريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة. من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثا عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. تفصل بينهم بالتساوي. المترجم، ما الذي يفعله هنا حتى الآن؟ يا حنين، كان ينبغي أن تتمهل العودة. أعرف، لا أزال متوترا، لكنني لم أستطع الابتعاد عن كتبي. لا مفر من تأدية واجبنا دائما. وداعا. قد يكون ذلك العالم الفلكي واحدا منهم، إلا أني أشك في ذلك. سيدي، لقد تشرفت بمعرفتك. من الجيد رؤية الشباب يستمتعون ببيت الحكمة. تعتقد أن العالم الكبير سيلقي درساً جيداً؟ لا تهدر وقتك في الاستماع إلى ترهاته. لقد كتبت العديد من الكتب العملية والتأديبية بدلاً من ذلك. عن أي الموضوعات؟ لقد كتبت باستفاضة عن الساعات الشمسية والأسطرلابات والنجوم والكواكب ومحيط الأرض. مذهل يا سيدي، سأقرأ مزيداً من أعمالك قريباً. وداعاً. قلت لك سأراك بالجوار. بالفعل، وما الذي أعادك؟ أريد أن أريك شيئا. تحتوي فتحات بيت الحكمة هذه على أكثر الحلي والأدوات غرابة. سبق أن جئت هنا يا نهال. هذه حجرة أحمد بن موسى. أكنت تتسللين إلى هناك؟ أحمد وإخوته قادرون على تصميم بعض الأجهزة المدهشة. أخشى أن كل أفكاره ليست عملية بهذا القدر. لا تختل بنفسك، فالعالم مليء بالعجائب.
يصيبني بالقشعريرة كما لو أنني أقترب من سر كوني. تقرأين كثيراً عن السحرة والمدن المفقودة والمدفونة أسفل الكثبان. أنت لا تقرأ بما يكفي، لعل هنالك عوالم أخرى، أناساً آخرين بالخارج وسط النجوم. هذا هراء. هل هذا يذكرك بكوابيسك؟ لا، بل شيء من البيمارستان أو مخطط تدريب للمستترين. آه أجل، الطرق السريعة للقتل بصمت، موت في ثوان. هذا؟ لقد رأيت هذا الرسم التوضيحي من قبل. هل هذا ما أردت أن تريني إياه؟ نعم، لقد ذكرني بذلك الغرض الذي وجدناه في القصر. ما هو؟ رسم من كتاب قديم. هناك شيء تخفيه عني. لن ترغبي في معرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأنك أيضاً لا تعرف؟ لأنه كما قال درويش، من الأفضل أحياناً ألا نعرف الحقيقة وراء ما يجب علينا فعله. الحقيقة يا باسم هي أن كل شيء هنا نصب عينيك، لكنك ترفض النظر إليه. هذا يتعلق بك، لطالما كان الأمر يتعلق بك منذ تلك الليلة. لقد قطعت عهداً يا نهال أن أترك حياتي القديمة وراء ظهري وأسلك مسار الظلال هذا. وربما ستعثر على النور يوماً ما، لكن حتى ذلك الحين سأسير خلفك في كل خطوة من مسيرتك كي أذكرك بألا تنسى من أنت. هل ذلك تهديد؟ لا أعرف. الشاعرة التي يحبها تبن، التي تظهر أشعارها باستمرار في أماكن غير متوقعة. أي روح الرمال؟ ماذا؟ السماء والبحر بعيدان، لكنهما في عينيك أنت وحدك يلتقيان. لقد قرأت أشعاري، ومن أنت يا ترى؟ محب للشعر ليس أكثر، وللنظام أيضاً، أم هل أقول الفوضى؟ لا أعرف سوى شاعر واحد ممن يحبون الفوضى إلى هذا الحد، وهو علي بن محمد. هل أنت من محبي عمله الغف؟ التنافس بينكما أسطوري، من شأنه تعزيز الصناعة، لا يسعني الاختيار. أنت لبق للغاية، لكنني أفضل البحث عن الإلهام وسط هذه الأزهار البديعة. طاب يومك. يبدو أن الدرس على وشك البدء، علي الرجوع إلى الكهرمان. أسامحك عذراً، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحباً بكم جميعاً في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد، بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم الكمسة، العالم الأول في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاماً كفرياً صارخاً. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ.
سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة؟ ضاعت من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وأذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. المحتال العجوز فاضل قد اختبأ. كم هذا مشوق! ما الذي أخاف العالم الكبير في رأيك؟ لابد أن العجوز الأحمق قد تخيل أحد مخلوقاته في العصر السابق على الطوفان، عار عليه بحق. لكن إلى أين هرب؟ يشاع أن هناك ممرات خفية أسفل بيت الحكمة، ربما اختبأ هناك بالأسفل. سمعت بستاني السطح يذكر هذه الأماكن. أجل، سأورد هذه التفصيلة في أبياتي الشعرية. لقد اختبأ العالم في الأنفاق السرية بعد فراره، تطارده الأوهام سعياً نحو دماره. أرني كل شيء. أعذرني، لكني سمعت شائعة عن سرداب خفي أسفل بيت الحكمة. سرداب سري؟ لابد أنك تمزح. لا، على الإطلاق، لابد أن يحتوي مبنى كبير كهذا حتماً على سراديب وأقبية لتخزين الكتب والحبر. لا يوجد أماكن كهذه في هذه المباني. لعل ذاكرتك تنتعش بعملة بسيطة مني. سخي للغاية، جرائم قتل وفوضى ومشاعل. أنا لي أن أغادر بيت الحكمة. لدى أبي متجر سجاد فاخر في سامراء، ولطالما أراد مني أن أتولى مهنة العائلة. قرار حكيم. الآن ماذا عن الأقبية المخفية؟ نعم بالطبع، لا تؤاخذني. بخصوص ذلك، هنالك فتحة سرداب في الفناء الشمالي الغربي. شكرا لك. أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقاً. أضعت أعظم أعمال فاضل. المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. ما
ماذا تعني بإضاعتك تحفة العالم الكبير الأدبية؟ متأسف، التهيت بحضور الشاعرة الشهيرة عُريب. انسى أمر الشاعرة، لنعثر على كتاب فاضل وإلا أصبحنا أمواتاً. يبدو كجزء من عبارة مرور. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أحتاج إلى مساعدتك. أين الكهرباء؟ أرغب في تقديم شكوى عن قصر الدرس لأنني ما زلت بلا استفادة. المكان خالي، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. سنعثر على طريقة. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. ماذا؟ علي أن ألزم السطح، ثمة عمل كثير لأدائه بالأعلى هنا، كما أنه أكثر أماناً، وسأتجنب الأروقة المظلمة، خاصة بعد جريمة المكتبة تلك. إلى ما يتحول هذا المكان؟ والصرخات الآتية من السرداب، سماع آلام كهذه تجعلني أرتعد خوفاً. ماذا يجري؟ من الأفضل أن تبقى متأهلة. حازم، ماذا؟
وسأتجنب الأروقة المظلمة، خاصة بعد جريمة المكتبة تلك. إلى ما يتحول هذا المكان؟ والصرخات الآتية من السرداب سماع آلام كبيرة. إني أرتعد خوفاً. من أين أتى؟ قد يكون هذا المفتاح مفيداً. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتماً العبارة. يستحسن ولا أستخدم أسلحتي هنا. أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم؟ هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. تمهل. على رسلي. لن يضعني أحد في ذلك الشيء أبداً. لدينا الكثير من المتطوعين. لن أدخل أحد. جدو ولي سروالي. مهلاً لحظة. سوف أطعمك طحالك. يحترف الشيطان الخداع.
لقد رأيت. اللعنة علي. ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد. قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل. ماذا فعلوا بهؤلاء الناس؟ لن يحتاج المسكين إلى هذا مجدداً. سيساعدني هذا على التخفي. أرجوك أعدني إلى هنا، لا أنتمي إلى هذا المكان. لا يمكنني مقابلة العالم. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفضع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم، قتل حلفائي وإفساد دروسي؟ إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة لمرتزقة. لا يهم، ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعتوه. كان سيموت حتما، رغم أنهما كان يتجادلان بشأن حصان ميت. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ هذا عمل العظيم، أدعوه الروح. ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئا بالحمقى؟ ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة. لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟ العدل. قد يكون هذا المكان، قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقاً.
لكن في النهاية كل ما نراه هو الظلام. جدال في الأمر، كان فاضل متورطاً في التنظيم إلى أخمص قدميه. ملاحظات العالم، إنه يؤمن بهذه الكائنات القديمة، أسياد الذاكرة. باسم ابن إسحاق، كيف وصلت إلى هنا؟ أمر سهل، اتبعت آثار الدم فحسب. لا يجب أن تكوني هنا. هل تكلمه؟ أحياناً، نعم. لكنه لا يرد، وأنا أرد. لقد افترقنا منذ ذلك اليوم، لكن ما رأيناه حين كنا في القصر، هذا النور، هذه الأصوات، لا يمكن أن تكون قد نسيتها. على عكسك يا نهال، أنا أدع الماضي في الماضي. أتسمي البارحة ماضياً؟ وهذا الجني الذي يراودك، هذا الظل المنفر الذي يسحق صدرك، أزحف عائداً إلى الماضي هو الآخر؟ لا، إنه لا يزال هنا. في بعض الأحيان، حتى في النهار، أشعر بأنفاسه على رقبتي، حيث يغزو الكابوس العالم الحقيقي، أو ربما كان دوماً جزءاً منه. هذا جزء من واقعك يا باسم، أنا جزء من واقعك أيضاً، أنا ماضيك. أخبرني، هل ستتركني هناك؟ في زوايا ذاكرتك المظلمة؟ لن أفعل. ماذا لو اخترعت مكنسة آلية للبساط؟ باسم، انتهى الأمر. وكيف سار ذلك؟ سنؤجل هذا الحديث إلى يوم آخر لنتابعه في إحدى أسمارنا على نار المخيم. أحسنت صنعاً يا صديقي. سأرجع إلى عملي، تعرف أنني أشعر بالملل بسهولة. شكراً على ما فعلته يا باسم. إنها الحقيقة، لقد أحسنت صنعاً.
سؤال أخير، عريب، هل كانت متورطة؟ ليس على حد علمي، لكننا يجب أن نظل يقظين. Thank you.